بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نشرح نظام الوقوف المؤقت عند إشارة المرور مثلا، فهذا اسمه في السيارة اليابانية بريك هولد. فهذا يسمح لك بال يعني تريح قدمك من دواسة الفرامل أثناء الانتظار لإشارة المرور. فنظرية عمل هذا المنظومة، أولا تضغط عليها، شوف يطلع هنا على طول بريك هولد، بعدين ضروري تكون لها رابط حزام الأمان، ثاني شيء تكون معشق في الجير دي، فعلى طول تطلع لك الإشارة هناك، تفتح الإمرجنسي بريك، خلاص الآن جاهزها. فمثلا وأنت ماشي فجأة جيت على إشارة حمراء فتصف، تولي على طول الإشارة الثانية لهولد، ترفع رجلك من دواسة البترول، مجرد ما تدعس على البنزين السيارة تنطلق، تقع الإشارة. إذا الإشارة حمراء على هذا المثل الآن، إشارة المرور حمراء، خلاص توقف، خلاص تطلع هولد، تولع، تشير رجلك من الفرامل، السيارة واقفة أوتوماتيك. بس مجرد ما تولع الإشارة تضغط على دواسة البنزين والسيارة تنطلق بالراحة، وتكون نظام رفاهية واستراحة للقدم. تحياتي.